أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الأخذ من اللحية أو حلقها وقد وجد من يفتي بذلك؟ من؟ وقد وجد من يفتي من يفتي بذلك؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتي بذلك، بل قال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرسلوا اللحى، وفروا اللحى. لم يفتي بذلك، بل أمر بضده. فنأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، ونترك نوفر اللحى كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نلتفت إلى من يفتي بخلافه. نعم.